البنات تلاقيت مع اكبر متكبر تلاقيته في حياتي كومباغازا. دابا في المول هو فوتبولور مغربي ومع كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات و إلي تي أكوتي دونك قلت ليه يلا قلت ليه هاي كي خنزر مي فريمون سيد إلي با نورمال جا عند واحد المغربي كمعو مي سي إنكرويابل. دابا داخلة لوتيل شفت وحدة الباب قلت ليه راه إتس نوت نايس و قلت ليه فاك يو قلت ليه فاك يو تو زعما سي انكرويابل شكون هو الفوتبولور زياش تيلمون جو ليمي تيلمون جو لو ديتيست مانتون سي انكرويابل فريمون ملي كت اللي كيبان لنا في التلفازه حاجه والواقع ناغيان افوار. هذاك الولد المغربي مسكين اللي شفتو كيقول لي بريفير هذاك الولد المغربي مسكين اللي جونتي قال لي اختي فاتره ما كيتسوج واش دابا هاد لي فوتبولور ما فخبارهمش راه كانوا اباطره قبل منهم وكانوا ملايريه وفي ليله ونهار وبداك الغرور ما بقى عندهم حتى ريال في اخر ايام حياتهم ما لاقين ما ياكلوا والناس كيعاونوهم. ما فهمتش الاحساس ديال جو سي با انا بعدا جيتي شوكي انا يمكن ان بو دوفون غير بديك الفرحه كلكان كو جيم فولي زعما جوست لوي دير كي تبارك الله عليك ولا حاجه هكا اون سون فو. المهم تالمون جيتي شوكي جولي je voulais partager et surtout il m'insulte ملي قلت ليه حشومه هادشي درتي قال لي تلاقيتو باغ هازار عاود قال لي فاك يو ياك بحال كي كتقول لي فام اللي في عائلتك لا انت. المهم اتمنى انه احنا مش كل ولاد بلدنا كده على فكره احنا كل المشاهير عندنا والله متواضعين بجد. حشمني مع صاحبتي شنو كنت باغا نقول نسيت قلت لك ان محمد صلاح عمره ما يعمل كده صح لا والله حتى احنا عندنا عندي كتير اصحابي محترمين انا كنت قابلتهم قابلت الفريق اصلا ويجننوا وسلمت عليهم لا هذا شكله لو وبعدين بيسبني يعني شاب بيقول لبنت فاك يو سوري يعني متعجرف وغير محترم هو مش مصدق نفسه ان هو عمل شوبينج جامد كده فمش مصدق لك ديما عندك معاهم مشاكل اول مره غادي نفهم علاش. السلام عليكم. نشرت الفنانة المغربية فاتي جمالي فيديو على إنستغرام هاجمت فيه الدولي المغربي حكيم زياش وقالت جمالي أنها التقت زياش في مركز تسوق بالإمارات لتقترب منه وتلقي عليه التحية إلا أنه لم يعيرها أي اهتمام وأضافت أنها خاطبته بالقول هذا ليس أمرا جيدا ليرد عليها تبا لك. الفنانة المغربية وعارضة الأزياء وصفت حكيم زياش بأنه متكبر ويختلف تماما عما نشاهده في التلفزيون.